اهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة سواء عن ايات عسرة الفهم او تعليم في الكتاب المقدس. وفي جانا سؤال عن آية، سؤال شخص عايز يستفسر ويفهم اكتر الآية اللي في عبرانيين 1:7 بتكلم عن الملائكة وبتقول: وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. إيه معنى أن الملائكة رياح ولهيب نار؟ دي كلمات عن الملائكة بنقراها في مزمور 104، يعني ده اقتباس من مزمور 104. والملائكة رياح لأن الريح قوي وسريع وبيتحرك، ده معنى يعني الملائكة فيهم الصفة بتاعت الريح، وفيهم كمان الصفة بتاعت النار. ممكن نقول إذا قلنا الملائكة الريح بيتكلم عن السرعة زي عاصفة كده متحركة، ريح شديد، فالنار بتتكلم عن القوة. فهنا إشارة إن الملائكة عندهم سرعة في الحركة وعندهم قوة، أقوياء. يعني بنلاقي مثلا في سفر الرؤيا نقرأ عن حرب كانت بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان، وقدر لأنه قوي فغلب إبليس. قوة، في قوة عند الملائكة. يعني مثلا بنقرأ في القصة بتاعة حزقية الملك ان ملاك واحد انتصر على او اباد او قتل 185,000 من جيش الاعداء اللي جايين يحتلوا مدينة اورشليم. فالتعبير هنا يعني ان الرب خلق الملائكة قوية وسريعة. طيب عايزين نعرف أكثر، بما أنك ذكرت موضوع أنها قوية وسريعة، نار ورياح، عايزين نعرف لو الكتاب بيكلمنا عن طبيعة الملائكة أكثر. الملائكة بنقرأ عن الملائكة مثلا أنها بتفرح، يعني عندها مشاعر، لأن الرب قال لما السماء بتفرح بخاطئ واحد يتوب، يتكلم عن فرح الملائكة. مثلا في عبرانيين أصحاح 12 بنقرأ إن الملائكة يقول لك: وإلى ربوات هم محفى الملائكة. محفى الملائكة يعني الملائكة مجتمعة عاملة احتفال، يعني فرح. فيبقى الملاك نقدر نقول إنه زينا، يقدر يفرح، عنده مشاعر. فزي ما قال الرب عن الملائكة بتفرح في السماء لما واحد يجي للرب. يعني لو انت حتى مؤمن بس بعدت عن الرب وجيت للرب، ده بيفرح الملائكة. السماء كلها بتفرح، الملائكة اللي في السماء بتفرح. فالملائكة عندهم مشاعر. المشاعر الملائكة كمان عندهم بيتكلموا وبيفهموا، فعندهم تفكير، عندهم رغبات. يعني مثلا أقرأ آية من رسالة بطرس الرسول الأولى بيقول لك كده: التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها.
يعني الحاجات اللي الرب بيعملها معانا الملائكة عندها رغبة انها تعرف ايه اللي هيحصل، الرب بيعمل معانا ايه، ايه اللي في المستقبل. يقول لك كده التي تشتهي، باذن الملائكة عندها رغبة، يعني مش جنود كده زي روبوت زي روبوت او عساكر اللي بيلعبوا بيها الشطرنج، قطع شطرنج، لا دي عندها رغبة. التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها. الملائكة كمان عندها تفكير، بتفكر. يعني في سفر الرؤيا مثلا لما يوحنا سجد الملائكة، الملائك على طول تدخل وقال له لا أنا مخلوق زيك، أنت تسجد سجود العبادة للرب وحده. يبقى إذن الملاك عنده تفكير، الملاك عنده مشاعر، الملاك عنده اشتياقات، الملائكة بتفرح، لها إرادة، لها إرادة بكل تأكيد، لأن أساسا الشيطان ما كان ملاك، كان كروب وكان عنده إرادة، إرادته أنه ليه ما باش أعلى من الرب، كبرياء. فلما أخطأ وعمل الخطية دي فصل نفسه عن الرب، فتحول إلى كتلة مظلمة من الشر بسبب أنه فصل نفسه عن الرب وتحدى الرب. فدي إرادة، اختار اختار. وحتى في رسالة يهوذا مش في رسالة بطرس يقول لك الملائكة، رسالة يهوذا حلوة، رسالة يهوذا الآية دي حلوة، الآية دي بتوضح إن الملائكة عندهم إرادة ومن حقهم يختاروا. ففي رسالة يهوذا آية رقم 6، الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم، محفظوش على المكانة بتاعتهم، بل تركوا مسكنهم، يبقى ده اختيار، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم، الرب عاقبهم بقيود أبدية تحت الظلام. يعني في ملائكة محبوسة دلوقتي بقيود أبدية، يعني مش قيود زمنية لوقت محدد. في ملائكة اختارت غلط، مش بس إبليس، ملائكة ما الرب عطاها أنها تكون لم يحفظوا رياستهم، اللي حصل تركوا مسكنهم، النتيجة الرب حطهم بقيود أبدية تحت الظلام. إذن الملاك سريع، يعني جبرائيل مثلا جه ليتحرك ناحية دانيال عشان يفهمه، يعني بيتحرك بسرعة. يعقوب مثلا لما نام شاف الملائكة طلع للسماء ونازلة بتتحرك بسرعة، معناها كمان انها مش انها محدودة، ممكن تبقى في السماء وفي الارض في نفس الوقت، طالعة نازلة. نقدر نقول ان الملائكة قوية زي النار، النار قوية. نقدر نقول ان الملائكة عندها مشاعر، بنقرا انها بتفرح. نقدر نقول ان الملائكة عندها ارادة وعندها تفكير. طب هل ليهم مكان مثلا ساكنين فيه او كده؟ الكتاب بيذكر حاجة الكتاب من الكتاب بيقول الملائكة اللي في السماء، يعني الشواهد كده، ملائكة زي ما اقول لك ملاك من السماء. حتى لو جالكم بولس اعتقد في غلطي، حتى لو جالكم ملاك من السماء، يبقى المكان بتاع الملائكه السماء، انما ليها مهام على الارض، الرب بيرسلها الى الارض لادوار. ما يعني مثلا الايه اللي بتقول، ودي الايه بقول للمشاهد دي ايه مهمه جدا عن الملائكه، أليس جميعهم أرواحا؟ يبقى الملاك روح، ده في عبرانيين عبرانيين آية 14، الملاك روح، يعني مش زينا في الحتة دي، يعني ما تشافش. عشان تشوف ملائكة لازم الرب يديك القدرة دي في وقت، ومش قدرة دائمة. يعني في قصة أليشع كانت الملائكة بتحمي أليشع، واللي مع أليشع تلميذ أليشع مش شايف. ليه؟ لأن الملائكة أرواح. بس مش معنى إن إحنا مش شايفين الملائكة إن الملائكة ملهاش أدوار
بتشتغل وبتعمل أمور عظيمة لينا، بس لازم نعرف إنها أرواح مش زينا. إحنا أرواح لتسكن أجساد، لكن هما أرواح، أرواح يعني غير مرئية للعين الطبيعية. أليس جميعهم أرواحا خادمة؟ يبقى بتيجي مرسلة، هذه بقى يعني جاية من السماء مرسلة للخدمة لأجل العاتتين أن يرسوا الخلاص. يعني الملائكة الرب يبعتها، لو أنت من المؤمنين اللي هم علاقة مع الرب بتخدت الولادة التانية، يبقى الملائكة الرب يبعتها من السماء لخدمتك حسب الآية دي، عبرانيين 1:14. طب عشان نعرف عن الملائكة أكثر، هل الكتاب يقول أي شيء متعلق بعددهم؟ عندنا آيات عن عدد الملائكة، يعني حاجة تورينا أنهم عددهم ضخم جدا. يعني مثلا في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا لما يوحنا شاف الرؤيا دي، شاف الأول من يمثل المؤمنين ممثلين في 24 شيخ بيرنموا، يقول كده يترنمون ترنيمة جديدة ويقولوا الرب لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. الرب ما اشتراش الملائكة، الرب اشترانا احنا عشان احنا اللي غلطنا وعمل قصة الفداء من أجلنا. فبيسبحوا الرب المؤمنين في السماء لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وبعدين شاف ان في ملائكة يعني لو جاز التعبير بتسند المؤمنين في السماء هم بيسبحوا، لأن الكتاب يعني ده عايز يقول لك احنا عشان الرب فدانا واتغسلنا بالدم بيلينا قيمة، بقينا يعني قيمتنا عليت عن الملائكة. واضح هنا ايه بقى؟ ونظرت وسمعت ايه، بيقول ايه بقى؟ صوت ملائكة كثيرين حول العرش، كان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح. يعني حتى تسبيح بتاعهم مرتبط بأن المسيح اتذبح من أجلنا، بس تسبيحهم يعني في فرق بين الاثنين دول، ذبحت واشتريتنا يعني هما بيتكلموا عنه لكن احنا بنكلمه. ده يعني ملاحظة بس في الجزء ده توري لك ازاي ان المؤمنين اللي اتغسلوا بالدم بيقع اعلى، هما بيقدروا يسبحوا الرب مش بصيغة هو، لانه زي ما يقول كده ايه، هو الخروف مستحق، هو الخروف، لا احنا نقول له مستحق انت، انت في فرق، يعني في فرق بين مستحق انت دي بتاعتنا ومستحق هو. يعني اعرف امتيازاتك كشخص اتغسلت بالدم السمين، واضح هنا. والتسبيح بتاعنا هو اللي قاد تسبيح الملائكة مش العكس، يعني مش احنا بنسبح مع الملائكة، لا دي في الأبدية الملائكة حسب النص هي اللي بتسبح معانا. فيقول كان عددهم ايه؟ ربوات ربوات وألوف ألوف، يعني 10,000 في 10,000 وألاف في ألاف. يعني في ناس حسبت وقعدت تدرس كده عند اليهود، يعني عندهم في ناس قالوا ان عدد الملائكة مثلا ممكن يطلع 400 مليون ملاك. ربوات ربوات، ربوة يعني 10,000، دي ربوات يعني عشرات الآلاف في عشرات الآلاف. لكن اليهود يعني واخدين نص، لا مش من هنا، في آيات تاني في العهد القديم ليها نفس بتشير إلى نفس الحكاية بتاعت ربوات ربوات. أحط الآيات دي للمشاهد على الشاشة اللي، وحتى في ناس درست بس في العصور اللي قبل كده ووصلت تقريبا لنفس العدد انهم تقريبا 400 مليون. في حد فكر وقال دايما بنلاقي الملائكة مرتبطة بالكواكب، يعني الحديث عن دي جاي مع دي، فزي ما النجوم بتاعت السماء والكواكب ملاش عدد،
فالملائكة نقدر نقول كمان أني ملهاش عدد، يعني ما تقدرش تحصرها بعدد زي نجوم السماء والكواكب، ما تقدرش تحصرها بعدد. لكن لما بنتكلم على كده مش بنتكلم عن الملائكة الساقطة زي ما لا، الملائكة إبليس لما سقط خد معاه تلت الملائكة، يعني لو فسرت بال يعني طبعا الآية عليها في ناس بتفسرها بالمعنى بالمعنى ده، إنما الشيطان لما سقط ما وقعش لوحده وجر معاه ملائكة كثيرة. يعني نقدر نقول إن 400 يعني مش لازم طبعا نجزم، لكن لا ده 400 دول اللي هم كويسين، إن هم التلتين مثلا. اللي هم المختارين. طيب سؤال تاني، بما أننا بندخل في تفاصيل زي كده، لو الكتاب بيذكر أي حاجة عن أسمائهم، هل كل ملاك لي اسم؟ مثلا احنا عارفين طبعا حاجة زي ميخائيل جبرائيل، لكن ممكن نبص لمزمور 148، نرجع للعهد القديم وسفر المزامير، وفي مزمور 148 سبحوا يا جميع ملائكته، ده مزمور 148 سبحوا يا كل جنوده. وبعدين يبتدي زي ما قلت الحديث عن الملائكة يعقوب على طول الحديث عن الكواكب والنجوم، سبحي يا جميع كواكب النور. طيب نروح لمزمور 147، بيقول ايه بقى؟ يحصي عدد الكواكب، اي 4. يعني الرب، ودي آية معزية جدا عزيزي المشاهد، آية 3 في مزمور 147، ليشفي المنكسر القلوب. لما يبقى قلبك اتكسر بحد جرحك، حد خانك، تعرضت لموقف صعب، الرب يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم. قبل ما بعد ما قال دي قال يحصي عدد الكواكب، يعني شوف احنا اهم من الكواكب بكتير. وايه؟ ويدعو كلها باسماء، عظيم هو ربنا وعظيم هو او عظيم القوه. بس عظمته عند الرب، شفائنا اهم من الكواكب، قوته اللي وامكانيه الرب ان يعد الكواكب ويدعوها كلها باسماء ان هو اللي خلقها، عند الرب دي درجه نمرة 2. نمرة 1 انه يشفي قلبي المكسور ويرجعه قلب سليم. لما الرب سمى الكواكب باسماء ده استنتاج، يبقى 100% هو عنده اسماء للملائكة محددة، ده الملائكة ده اسمه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، لانه اذا كان الكواكب ليها اسماء، واحنا طبعا عرفنا باسمائنا، يعني احنا عرفنا باسمائنا والنجوم عرفها باسمائها، يبقى 100% هو يعرف الملائكه باسمائها. انما الكتاب المقدس ما قالناش اسماء كتير من الملائكه، يعني قال لنا مثلا اسم الشيطان كان اسمه ايه ملاك قبل ما يقع، يوسفور. ده قال لنا الكتاب كان اسمه ايه، ما لكن ذكر أساميهم بس، هم ميخائيل ووصفوا بأنه رئيس الملائكة وجبرائيل بس. ما فيش، تدور في كل الكتاب المقدس من أوله لآخره ما فيش الكتاب لم يذكر إلا اسم الاتنين دول واسم الشيطان قبل أن يسقط بس. فعشان كده مش حلو ان احنا نقعد نستنتج ناس تاني، ملائكه تاني ليها اسماء، لان ما دام الكتاب صمت عن شيء نحترم صمت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ما فيهوش غير ميخائيل وجبرائيل، هم بس اللي نعرف اسمائهم. المبدا انه السرائر لله والمعلنات لنا، بالظبط. يعني الرب من حقه يحتفظ بامور لا نعرفها، دي السرائر، ومن حقه يعلن من هذه السرائر لينا. فزي ما الرب بيعلن احنا بنعرف، لكن ما نقدرش نستنتج او نستقي معلومات في موضوع اساسا يعني سمائي سماوي، لانهم ساكنين في السماء،
ما نقدرش نستقل معلومات عن الملائكة خارج الكتاب المقدس. طب احنا بنشوف الكتاب تعبير اللي هو السيروفيم والكروبيم. دي مجموعات بقى. ده الملائكة لها تقسيمات تنظيم أو تنظيمات. فمن ضمن المجموعات دي عندنا مجموعتين مهمين. عندنا مجموعة اسمها السيرافيم، ودي ما بنقراش عنها إلا في أشعياء أصحاح كام؟ أصحاح 6، في أشعياء الأصحاح 6، ودول السيرافيم. أما الكروبيم دول بنقرأ عنهم من أيام سقوط آدم، والرب خلى موسى يعمل في تابوت العهد شكل كروب من هنا وشكل كروب من هنا فوق التابوت. نقرأ ونقرأ عنهم بقى كتير في سفر حزقيال. إنما يعني في يبقى عندنا مجموعتين، مجموعة من الملائكة اسمها السيرافيم، ودي قلنا في أشعياء كام؟ أشعياء 6. دي بقى لما عزية الملك ذهب مات رحل يعني، فأشعياء تأثر لأنه رغم أنه جاله مرض برص لكن كان شخص ليه قيمة، ويعني ظروف السياسة، فأشعياء تأثر جدا فراح يصلي. فرأيت السيد جالسا على كرسي عالي، يعني رسالة بسيطة لأشعياء. إذا كان الملك الأرضي مات فالملك الحقيقي ما ماتش، لا يزال يملك. شاف المنظر ده وهو في الهيكل لما راح يصلي. ونعرف من إنجيل يوحنا إن اللي شافه ده الرب يسوع. يعني القصة دي بتتكلم عن إن أشعياء راح شاف الرب ملك الملوك ورب الأرباب جالس على العرش. فين بقى السرافيم؟ آية 2، السرافيم واقفون فوقه، يعني بيحيطوا بيه كده فوق، لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطوا وجوههم، باتنين بيغطوا رجليهم، وباتنين بيطيروا. ومعنى كلمة سيرافيم يعني ملائكة مشتعلة، عندها اشتعال يعني. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. يعني وبعدين في القصة السرافيم طار إلي واحد من السرافيم يعني وبيده جمرة. عارفين أكيد كتير من المشاهدين عارفين القصة دي لأنها قصة مشهورة قوي، ومس بها الفم بتاعه بالسرافيم ده، خد الجمرة من على المذبح بتاع المحرقة لأن أشعياء كان في الهيكل، ومس بها فم أشعياء وقال له، اتكلم معاه أنها وقال أن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. ده المكان الوحيد في كل الكتاب المقدس نقرأ فيه عن السرافيم. ده المكان الوحيد. ونقدر نقول ان السرافيم هنا في قصة فيها نعمة، مش فيها إدانة، مش في، لان ده تلاقي اللي فيها إدانة بقى الكروب، القوة المنفذة للقضاء الإلهي. لكن هنا النعمة، ان ده بياخد الجمرة عشان أشعياء خاف وقال انا هلكت، انا انسان وحش، انا انسان نجس الشفتين، ده انا بقول كلام غلط، بكذب، او عندي نميمة، او بقول بيطلع مني كلام عدم ايمان. يجوز لما مات عزية طلع من فمه كلام ما فيهوش ايمان، لغة الهزيمة، فدي خطايا لان اللغة الانهزامية ضد الايمان. فالملاك هنا قام بدور من أجل تطهير، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك، من أجل أني يطلع نقي، يعني شفتيه اتنقت. فإذا السرافيم
الرب بيستخدمهم نعمة للإنسان اللي بيعترف بطريقة أو بأخرى. أي إنسان بيعترف بخطاياه بيستخدم الملائكة، يستخدم الصرافين معه، لأن أكيد في الإشارة دي لها معنى أن المجموعة دي الرب بيستخدمها من أجل أمور بيعبر فيها الرب عن النعمة اللي بيعامل بيها الإنسان الخاطي اللي بيعترف بخطيئته، يستخدم معهم الصرافين. أما الكروبيم ده موضوع ليهم مجال آخر لأدوار أخرى بالنسبة لينا إحنا على الأرض. يعني مثلا الكروبيم منعوا بعد آدم ما طرد من الجنة، منعوا آدم من أنه يدخل للجنة، وكانوا واسكين نار، سيف نار. عشان كده لما قلنا الجاعل ملائكته رياحا، تقدر تقول ان الكروبيم مع النار والصرافين مع الرياح مع الحركة، لان طار الي واحد من الصرافين، طار تحرك بسرعة عشان يعلن ان الرب غفر لي أشعية خطاياه في دائرة الكلام، لأن أشعيا اعترف وقال أنا نجس الشفتين. أمين. هنكون بنكمل عن هذا الموضوع عن الملائكة في الحلقة القادمة، تابعوا معنا. لكن نصلي مع بعض. هل لمستك زي كنا بنسمع دلوقتي حتة أنه الملائكة لما هي بتتحدث عن الرب يسوع مستحق هو الحمل المسبوح، لكن احنا بنقول له مستحق أنت، أنت تقدر أنك تكلم الرب مباشرة. ولو أنت ما قبلتش رب يسوع لغاية النهاردة، تعال قول له يا رب أنا عايز أدخل في علاقة حقيقية معك، عايز يبقى لي هذا الامتياز العظيم أنك بترفعني يا رب كده وبتديني قيمة وكرامة باسم الرب يسوع. أنا جاي يا رب النهاردة بقبلك في حياتي كمخلص شخصي، وأشكرك لأن غالي وعزيز على قلبك جدا، وأنه مهم عندك قوي أنك تجبر كسر قلبي وأنك تشفي أعماقي يا رب قبل ما أنت تحصي الملائكة والكواكب وكل ده. لكن أنا صرت عزيز في عينيك مكرما، أنا بقبل عمل نعمتك في حياتي باسم الرب يسوع. أمين. الرب يباركك ويكون معاك، وإلى حلقة قادمة. فالملائكة مش دايما بتستخدم في حاجات جميلة، لأن الملائكة لهم دور في الاختطاف. الملائكة بيساعدوا بعض في تحقيق مشيئة الرب. مصر انك تعيش في الخطية، هيجي وقت خلاص هتلاقي قلبك بيقاسي